طيب النهارده انطلاق زي ما حضراتكم كنتوا بتسمعونا في المقدمه بتاعتنا بطوله جديده لرجال يد الاهلي، وطبعا بطوله كاس الكؤوس، كمان نتكلم رجال وسيدات، هنتكلم في كل ده، وهنتكلم كمان عن استعداداتنا واستعدادات ابطالنا البارالمبيين، لان دول فئه زي ما كنا بنتكلم انا وكريم وهنفضل نتكلم عنهم، يعني فئه بتشرفنا وهي اللي بتجيب لنا البطولات والميداليات الاكبر عددا، فلازم كمان نعرف استعداداتهم من دلوقتي. خلينا نرحب بضيفتنا العزيزه جدا الناقده الرياضيه اللي منورانا فاطمه التابعي. صباح الهنا. صباح الهنا، وسعيده جدا ان اكون معاكم النهارده. ده بيتك على فكره اصلا، انت كنت بتشتغلي هنا يعني. دي اول مره ضيفه، بس هو فعلا بيتي الاهلي في العموم بيتي. انت احنا اللي سعداء بوجودك في النهارده، وان شاء الله تكون فقره جميله، ونعرف بقى كمان رؤيتك لكتير من الامور والملفات الجميله الحقيقه اللي حصلت في الفتره الاخيره. يعني هنقف بدايه كده عند كره اليد في النادي الاهلي، فرق كره اليد رجال وسيدات اللي بسم الله ما شاء الله واخدين دوري وكاس، وكمان الرجال خدوا اكسترا عليهم كمان كاس السوبر الافريقي، مما يؤهلهم طبعا للمشاركه في الالعاب الاولمبيه القادمه ان شاء الله باريس 2024. فبدايه تعالي نشوف او نحلل ونشوف ايه اسباب هذا التفوق الملحوظ في كره اليد في النادي الاهلي رجال وسيدات. كره اليد في النادي الاهلي في العموم يعني تفوقها كان دائم بفتره طويله، يمكن لكل جواد كبوه يحصل حاجة بسيطة كده في النص، لكن بعد كده بنرجع تاني وبنكمل. السنة دي الاهتمام كان كويس، قدرنا نتعاقد مع مدرب من المتميزين، يمكن احنا شفناه قبل كده مع منتخب مصر وشفنا نتائجه، شفناه في المجر، هو من أفضل المدربين على مستوى العالم، مش على مستوى الإسباني بس أو على مستوى أفريقيا الفرق اللي ضرب فيها، لا هو من أفضل المدربين على مستوى العالم. فكان النتيجه اللي احنا شفناه ده غير تجديد الدماء والفريق بقى اكثر شبابا، في حاجات كتيره يعني. ده بصرف النظر طبعا عن ان المهندس خالد العاضي مدير النشاط الرياضي في الاهلي هو بطل كره يد قديم. طب بصي يعني كابتن خالد العاضي، انا كان في حوار امبارح تحديدا، كان في مكالمه يعني كنت بتكلم معاه، وكنت بقول له على فعلا يعني ما شاء الله الكؤوس اللي عماله تيجي والبطولات اللي عماله تيجي والطفره اللي حصلت. هو برضو لما تيجي تتكلمي معاه كده يقول لك انا ما عملتش حاجه، ده شغل الناس الموجوده، قاعده الناشئين عندنا في التزام وغيره، في سيستم معين، فالجماهير دايما بتساند وبتخلي يبقى في حافز اكتر وبتساعد بشكل كبير كمان في حصد بطولات مختلفه زي ما حضراتكم عارفين في كل الرياضات بالنادي الاهلي. ف ما تعرفيش تحطي ايدك على فين، لكن زي ما كريم بيتكلم فعلا في طفره كبيره، في تطوير كمان في الاداء بشكل كبير. تحسي برضو يا فاطمة ان المنتاليتي اصبحت منتاليتي محترفين، يعني فكرة اللاعب المحترف دلوقتي بقت موجودة في النادي الاهلي كفكر كمان بشكل كبير، اللي هو المحلي، يعني لاعب محلي بفكر محترف، ده ما كانش موجود على فكرة ومش موجود بشكل كبير في النوادي التانية، مش موجود في اي حته تانية غير في النادي الاهلي. دايما البدايه والانطلاقه بتبقى من النادي الاهلي، فعلا المنظومه متكامله، يعني مش احنا بس لو اتكلمنا عن الاهلي مش هنتكلم عن كره اليد بس السنه دي. بالظبط، احنا نفس الحكايه كره السله، يعني احنا كل العاب الصالات كل العاب الصالات ما شاء الله. يعني احنا بنتكلم في الاهلي تاهل لكاس العالم للانديه في كره اليد، قبليها بيوم تاهل لنهائيات بطولة البال في كرة السلة اللي إن شاء الله نستطيع الحصول عليها ونتأهل برضو لكأس العالم للأندية في كرة السلة. فيعني ده كله نتاج لاهتمام مجلس الإدارة بالنشاط الرياضي، اهتمام المنظومة كلها، تكامل المنظومة كلها. طبعا احنا بنتكلم في صالة الأمير عبدالله الفيصل في الأهلي، وش سعد وجمهور الأهلي اللي بيملأ الصالة دايما، يعني دايما المنافسين دايما المنافسين لما بيجوا يلعبوا في البطولات في صاله عبد الله الفيصل بالذات بيقولوا ان الصاله بتترج تحت رجليهم من صوت الجماهير بس. طبعا طبعا، برضو ماتش كاس السوبر الافريقي كان قوي جدا، وكانت نهايه سعيده طبعا بالنسبه للاهلاويه وجماهير النادي الاهلي في كل مكان. شفت ازاي اللقاء الختامي ده؟ المباراة ما كانتش سهلة أبدا، المباراة صعبة، وخصوصا أن الأهلي يعني حصل على الدوري والكاس، والزمالك مش من عادته أنه يخسر كل بطولات الهاندبول في سنة واحدة، فكان المباراة صعبة جدا. الفريق المنافس عنده هدف قوي جدا للفوز لأنه عاوز يعوض اللي فاته، والأهلي عنده إصرار على أنه يكمل الرباعية إن شاء الله، اللي احنا دلوقتي ثلاثية دوري وكاس وكاس السوبر الأفريقي، وإن شاء الله رباعية تكمل بكاس الكؤوس الأفريقية بإذن الله. فالمباراة ما كانتش سهلة جدا، يمكن حتى بعد ما الأهلي فرق في الأول ابتدى الزمالك يرجع شوية. صحيح. لقينا ديفيد ديفيس كامارا بسرعة لم لعيبته وقت مستقطع، ادى تعليمات للعيبة نفذوها على أكمل وجه،
فرجع الماتش تاني زي ما كان ملك للأهلي، والنتيجة كانت الفوز الحمد لله. وده طبيعي يعني مع مدرب كبير ولعيبة على مستوى احترافي جيد. احنا بنتكلم في لعيبة كلهم لعيبة منتخبات ما شاء الله على مدار سنوات عمرهم كلهم. احنا بنتكلم في 14 بطولة اجمالي تقريبا للأهلي، عن اقرب منافس الزمالك 4. صح كده 14 ل 4. كمان احنا بنتكلم اللي يستحقوا الكلام كمان كرة اليد سيدات. انا يمكن مارست اللعبة فما كانش فيه تقريبا لعبة ايامها، يمكن الجيل اللي قبل كده ايام الجيل القديم اللاعبات القدام كانوا بيلعبوا بيشاركوا في افريقيا ومنتخبات وحاجات كتير فترة، بعد كده طويلة جدا يعني سنوات طويلة جدا بعدنا عن البطولات سواء اندية او منتخبات. بعد كده ابتدى يبقى فيه منتخبات ناشئين وناشئات، وبعد كده ابتدى يبقى في منتخب اول بعد سنوات طويله، ودلوقتي الحمد لله يعني الاهلي بيبدا وبيشارك في بطوله افريقيا بينظم وبيشارك. طبعا احنا مش عاوزين نحمل لاعبتنا فوق طاقتهم، لاعبتنا طبعا فوق طاقتهم. يمكن انا مش عارفه الناس شافت نهائي السوبر بتاع البنات كان عندنا برضو اول امبارح. ايوه طبعا. مش عارفه الناس شافته ولا لا، بين بترو اتلتيكو الانجولي واول اغسطس الانجولي، يعني ناس بتلعب في حته تانية خالص ليفل تاني، واتكلمنا عنها طبعا. وللاسف ما كانوش محظوظين عندنا الفريق، لان في قوه في الفرق دي بشكل كبير، بس يعني ما اعرفش حظنا كده بس هي عدت يعني. لا يعني يمكن فريق البنات ما لسه احنا يعني على المستوى الافريقي بعاد شويه، لكن بالمشاركات وباكتساب الخبرات هنبتدي نرجع تاني يعني نرتفع المستوى. يعني انا لما العب بطوله زي دي وعلى ارضي وسط جماهيري، يمكن المجموعه فيها شويه فرق يعني هي مجموعه صعبه اقل يعني. بالنسبه مثلا المباراه بتاعت النهارده امام الانصار المغربي ممكن تكون اسهل نسبيا من المباراه اللي هتبقى في الاخر امام بترو اتلتيكو الانجولي. دي مش هتبقى طبعًا. يعني ما فيش وجه للمقارنه تماما، لكن احنا واثقين في لعيبتنا واحنا عندنا كمان اثنين محترفات. بس انت عندك خلفيه رياضيه بقى، ده كان مدخلك لان انت تدخلي عالم التحليل الرياضي والنقد الرياضي وكده. انا لعبت هاندبول اولا، وبعدين انا من طفولتي يعني والدي كان رياضي فبيصطحبني في كل المباريات. الاهلي ده عندنا اللي هو النهارده ماتش الاهلي والزمالك باسكت، بكره بتاع الفولي، بعد بكره الهاندبول، فكان دايما موجوده معاه في كل حته. فانا من وانا 7 سنين الرياضه والاهلي كل الحياه، هم كل الحياه. انت لعبتي باسكت كمان؟ لا باسكت ما انا بقى انا لسه كنت يعني انا مش قصدي بس ده لعلمك ده اكثر بلاي ميكر النميس في الباسكت بيبقوا دايما قصيرين. دايما القصيرين طبعا. بس ما لعبتيش باسكت؟ لعبت هاندبول. انا بحبها يعني، انا يمكن اول ما والدي وداني انا كنت موديني العب قوه. اوكي. طب على فكره حبيت الهاندبول فانا اللي رحت الهاندبول حبيتها يعني. بس حلو ان الاب هو اللي يختار العاب القوه، يعني انا شايفه ان ده حلو جدا. لا يعني هو المفروض يعني انا كنت حاسه ان انا هجري، طب فين الهدف في الاخر؟ انا لوحدي اللي هاخد، بس فكره الجمعيه كانت عندي احلى يعني. طيب تعالي بقى نروح شويه لابطالنا البارالمبيين، ودايما بنقول ان هم في كل مشاركه ليهم في اي دوره العاب بارالمبيه دايما بيرجعوا محملين بكتير جدا من الميداليات، وبصفه خاصه حتى الذهبيه، فعاملين شغل رائع الحقيقه. فاستعداداتهم حاليا بيستعدوا لايه؟ هيشاركوا في بطولات ايه الفتره اللي جايه؟ احنا حاليا من اواخر السنه اللي فاتت ولغايه شهر مارس 2024 ان شاء الله كل منتخباتنا البارالمبيه بتشارك في البطولات الدوليه المؤهله لباريس، اللي هي بتشارك في التصنيف الدولي. احنا دلوقتي التاهيل بيبقى بالرانك الدولي او ببطولات معينه بتبقى مؤهله مباشر لدوره الالعاب البارالمبيه باريس، اللي هي هتكون بعد الدوره الاولمبيه للاسواق مباشره. فدلوقتي احنا بنلعب البطولات دي بقالنا من اخر السنه اللي فاتت لغايه مارس اللي جاي، وان شاء الله بنجمع نقاط للتاهيل. يعني عندنا نجاحات كتيره كانت من السنه اللي فاتت، يمكن اكتوبر اللي فات مصر نظمت بطوله افريقيا لرفع الاثقال البارالمبي بالنظام الاولمبي. يعني احنا نظمنا البطوله بنفس النظام اللي اتنظمت بيه في اولمبياد طوكيو، وكانت يعني محط انظار العالم كله، وكانت محط اشاده اللجنه البارالمبيه الدوليه ولجنه رفع الاثقال باللجنه البارالمبيه الدوليه اللي كان رئيسها موجود هنا وقال انه حاسس انه موجود في اللجنه البارالمبيه. طيب بصي يا فاطمه، هنروح اسمح لي يا كريم برضو هنروح على التليفون معانا كابتن محمد ابراهيم المدرب العام لرجال يد الاهلي. احنا لازم قبل اي حاجه نقول كابتن محمد يعني صباح الخير والف مبروك واداء اكثر من رائع والناس كلها فرحانه، فده كده قبل ما نبدا اي حاجه يعني.
صباح الخير عليك يا نعمان، صباح الخير على كريم، صباح الخير على فاطمه صديقه عزيزه برضو. الحمد لله والله يبارك فيكم جميعا، وان شاء الله الجاي احسن. صحيح. لا بس قبل بقى ما نتكلم في اللي جاي طبعا والبطوله النهارده باذن الله اللي هتبدا، بس خلينا نتكلم شويه برضو عن كاس السوبر الافريقي والانجاز اللي احنا مش بنتكلم بس اللي هو بيتوج اخيرا بالكاس، لا انت وراك كواليس وراك احداث وصعوبات وماتشات وتدريبات وغيرهم احنا يمكن كجماهير مش بنشوفها، لكن اكيد حضرتك عشتها وشفتها واكيد في حاجات احنا حابين برضو نسمعها، لان مشوار النجاح ده لازم برضو نستعرضه للجماهير بتاع النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن محمد. والله الحمد لله، يعني اول حاجه احب اقولها ان اي نجاح او اي حاجه بتحصل هو في الاول وفي الاخر توفيق ربنا وكرمه علينا، ده رقم واحد. رقم اثنين طبعا احنا جينا كان الفرقه نتائج مش احسن حاجه، يعني نبقى صراحه. صحيح. لا صحيح. وكان علينا يعني عبء كبير او مسؤوليه، بلاش نقول عبء، مسؤوليه كبيره من اداره النادي مش رياضي، ان احنا لازم الموضوع ده يتغير، لان ما ينفعش النادي الاهلي يقعد 4 سنين ما ياخدش الدوري ويبقى بعيد عن منصات التتويج. فكان في مشروع ومشروع محترم يعني من النادي، النادي امن بيه ودعمونا فيه. اشتغلنا على الجانب الفني والذهني والنفسي، لان طبعا انت متخيل فرقه اما يكون بيحصل فيها اخفاقات لمده 4 سنين بيحصل تاثر نفسيا وذهنيا. طبعا نقطة مهمة جدا، مش بس القصة بالزبط. يعني فنيا ابدا. بالظبط بالظبط، خصوصا ان انت فريق شاب معظمه ناس صغيرين، فانت مضطر ان انت تبقى هو ده الفريق اللي معاك، مش تقدر تغير حد فيه، واحنا كجهاز امنا بيهم وراهنا عليهم والحمد لله. حصل بعض العثرات طبعا، ان في حصل عندنا اصابات في حوالي 4 أو 5 لعيبة اتصابوا السكواد بتاعنا، كان في محترف مش على قد المستوى الفني استبعدناه. اوريدي احنا بنلعب داخلين الدوري وافريقيا بسكواد من 14 لعيب واحنا طبيعي نبقى 20 او 18. كل دي تحديات قدامنا، لكن في الاول وفي الاخر اللي بينجح اي مكان هو الانضباط والالتزام وان احنا طول الوقت يعني ماشيين في اتجاه معين كلنا، مين الموجود ما تفرقش، المهم ان الانضباط او المنظومه تبقى ماشيه. لا هي ماشيه، وبدليل كمان الانجازات اللي اتحققت، بنتكلم في دوري وكاس وكاس سوبر افريقي، وبرضه عايزين نعرف من حضرتك استعدادات الفريق ان شاء الله المشاركه في كاس العالم للانديه لكره اليد. والله بص يا كريم، احنا بناخد الموضوع خطوه خطوه، يعني احنا حاليا خلصنا السوبر الافريقي، فحاليا مركزين في بطوله كاس الكؤوس الافريقيه. حتى احنا انا وديفيد نازلين دلوقتي غالبا ساعه كده وهننزل نتفرج في ماتشين قبلينا احنا نتفرج عليهم، فبناخد الموضوع خطوه خطوه. ان شاء الله عندنا ماتش قوي يوم الخميس مع الفريق المغربي غدير، والحد في المجموعه، بتكلم عن المجموعه يعني، والحد مع سبورتنج هيبقى ان شاء الله على صداره المجموعه. احنا واخدين الموضوع خطوه خطوه، هنخلص كاس الكؤوس الافريقيه، بعد كده هيبقى عندنا البري سيزون بتاعنا هيبدا ان شاء الله في نص 7، مجهزين له من دلوقتي ومجهزين المعسكر بتاعنا ومجهزين في بطوله دوليه في اوروبا رايحينها، فكل ده يعني شغالين عليه من دلوقتي لحد ان شاء الله هنوصل لكاس عالم انديه او المرحله الجايه ان شاء الله. طيب هو كان كريم اتكلم مع حضرتك عن الاستعدادات، كابتن محمد طبعا شق اكتر فني، انا عايز استغل الجزئيه اللي حضرتك اتكلمت فيها وهو الشق النفسي وفكره العوده مره ثانيه والعمل على هذا الشق الاساسي لاي رياضي في العموم، يعني بغض النظر عن الرياضه نفسها، عشان اقدر ان انا احافظ على الروح المعنويه المرتفعه دي في المباريات وفي البطولات القادمه باذن الله. ازاي احافظ؟ يعني انا وصلت الليفل كويس جدا ورجعت الثقة تاني مرة تانية للعيبة، لكن ازاي احافظ على ده وازاي ما يبقاش فيه في نفس الوقت نوع من، مش هقول الغرور، عمرنا ما عندنا غرور للعيبة مهما وصلوا، لكن ما يبقاش فيه كده ايه اريحية، خلاص انا وصلت للي احنا عايزينه، انا كده تمام. النقطة دي برضو مهمة جدا. طبعا يعني حضرتك تتكلمي في موضوع مهم جدا، وهي كلمة السر في الموضوع ده عشان طول الوقت تبقى شغال عليه، هي الدوافع، كلمه السر الدافع، ان انت طول الوقت تعمل دافع للعيب، تعمل دافع للعيب قبل التمرين، تعمل دافع للعيب قبل دخول اي بطوله، تعمل دافع للعيب بعد ما يكسب، تعمل دافع للعيب حتى لو بيلعب وحش، دوافع دايما لازم. صح. تجدد دوافع اللعيبه وتنشطها باستمرار، لان طبيعي احنا كبني ادمين بصفه عامه مش كرياضيين، احنا البني ادم يحب يكتفي او بيحب دايما. صح. يروح للكومفورت زون او للحاجه اللي بتريحه او الاوتو بايلوت، اللي هو انا خلاص انا
انا تمام انا مش عاوز تاني، ده طبيعي في الطباع البشريه. صحيح. ده بتغلب عليه ازاي؟ بتغلب عليه بالدوافع، بتجديد الدوافع، ان انت دايما توجد له دوافع جديده، ان انت طول الوقت تحطه ان انت لا مش كفايه، لا احنا لسه عاملين، انا اقدر اعمل احسن. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب فاطمه كانت عايزه بس تقول لحضرتك حاجه برضو كابتن محمد. صباح الخير يا محمد، ورب بالتوفيق دايما ان شاء الله. انا كنت عاوزه اقول لك برضو يعني ازاي بيفرق مع اللعيبه وجود كابتن ياسر لبيب على راس الجهاز بيبو كره اليد المصريه، وجودك انت داخل الجهاز افضل لاعب دايره في مصر، فده بيفرق مع اللعيبه ازاي ان يكون نجم هو القائد ليهم، وده بيفرق على نفسيتهم ازاي؟ بالظبط. والله يا فاطمه يعني انا طبعا يعني بشكر ربنا، ودايما انا بقول الموضوع ده في اي مكان بروحه، ان انا ربنا كرمني واعتبر محظوظ ان انا موجود طبعا في وسط الجهاز ده او في الاستاف ده، وان طبعا اول حاجه ان النادي امن بيا ان انا سني صغير ولسه مبطل، وان انا ابقى في المكان ده طبعا مشكور مجلس اداره ونشاط رياضي، وطبعا كابتن ياسر لبيب رئيس الجهاز، طبعا كابتننا وكابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر، راجل طبعا قيمه كبيره فنيا واخلاقيا واداريا بشكره طبعا. وطبعا دي بتبقى حاجه كبيره جدا ان يعني الجهاز كله يبقى ناس اصلا تلعب رياضه، وناس كانت كباتن للنادي في يوم من الايام وموجوده في مجال في الملعب وبره الملعب، طبعا ده بيدي زي ما نهاوند قالت طول الوقت يبقى مثل اعلى للعيبه، اللعيبه شايفه قدامها قيمه كبيره. بالظبط. يعني بيبقى الموضوع فعلا في احترام وفي تقدير من اللعيبه او من المنظومه كلها مع بعض. رائع جدا كابتن محمد، بنشكرك جدا، وربنا يوفقكم ان شاء الله في البطوله، وترجعوا لنا تاني بكاس تاني وبطوله اخرى. شكرا جدا ليك. شكرا. جميل. جميل جدا طبعا. وكلام جميل. حلو. وزي ما كنا بنتكلم يا كريم فاطمه برضو لو توافقي، الناس بتشوف النتيجه لكن الكواليس اللي ورا بيحصل قصص ويحصل مجهود حاجات كبير جدا. وفعلا يعني احنا بنتكلم في جهاز، في اسطوره كره اليد اللي احنا من واحنا يعني حبينا كره اليد بناس زي كابتن ياسر لبيب ومحمد ابراهيم. محمد ابراهيم كان افضل لاعب دايره في مصر لغايه سنوات قليله مضت يعني، فوجودهم في الجهاز ده يفرق كتير جدا مع اللعيبه نفسيا. حتى انا هتقبل منه، لان انا ما بتكلمش حتى في اني حد مارس اللعبه بس، لا انا بتكلم في نجم هو طبعا. طبعا. فلما بيقول لي حاجه فببقى محل سابق في ايه كمان. ده لو اتعمل كمان في قاعده الناشئين والاكاديميات بتاعت كره القدم، هتكلم انا عن كره القدم تحديدا بقى بغض النظر طبعا عن الرياضات الاخرى، بس لو انت عملت ده في الناشئين، ان اللي بيدرب الناشئين والقائم على هذه المنظومه يكونوا ابطال او لعيبه نجوم، هم اللي بيدربوا هم الماسكين ده، صدقني بيفرق جدا، لان انت الولد في السن ده انت بتاسسه صح، فهو بيشوف نجم كبير كان طبعا. يسمع عنه مع عمره وكان متوقع يشوفه هو اللي بيدربه، فانت متخيل هو صحيح. بيفرق ازاي؟ ده رايي يعني. فعلا فعلا بيدي ثقه للاعب، وهو لو بيشيد بيه، لو بيديله تعليمات، لو بيدي ثقه للاعب في نفسه وثقه في، لانه من ثقته وحبه في اللاعب نفسه في النجم اللي هو بيدربه. طيب خلينا بقى نرجع مره ثانيه لابطالنا البارالمبيين، وكان عندنا مؤخرا البطوله العربيه لسله الكراسي المتحركه، والحمد لله ربنا كرم وحصلنا على البطوله برضو، كانت ولباسات البطوله دي وكواليسها. يمكن سله الكراسي المتحركه احنا بقى لو هنتكلم من 2022 ما شاء الله، يعني من 21 كمان كان عندنا بطوله افريقيا في 2021 توجنا بيها، كانت في اثيوبيا، توج منتخبنا بيها وتأهل لكأس العالم بعد غياب 24 سنة. كان غياب طويل جدا عن المشاركات الدولية، توجنا ببطولة أفريقيا، وكان مفروض كأس العالم ده السنة اللي فاتت فتأجل للسنة دي، هو إن شاء الله الشهر الجاي، مع إحنا بنلعب في المجموعة الثانية معانا كندا وألمانيا وتايلاند. بعد كده لعيبة كرة السلة دول كان هيبقى فيه السنة اللي فاتت، تأجل كأس العالم للسنة دي، فبقى فيه فراغ، فلاعيبه كره السله تسكت؟ لا. في بطوله العالم لكره اليد للكراسي المتحركه، اول بطوله عالم، واتنظمتها هنا مصر، اتنظمت هنا في مصر، وكانت شاركت مصر فيها وحصلت على المركز الثاني. اللعيبه دول في 45 يوم تحولوا من كره السله لكره اليد، لعبوا البطوله، خدوا الميداليه الفضيه عالميا بطوله العالم، وراعدين رجعوا للباسكت ثاني، ومعسكرات متواصلة للباسكت، بعدين بطولة العربية في الكويت ما شاء الله العلامة الكاملة، كل المباريات يعني فزنا على فلسطين، الأردن، المغرب، الإمارات، وفي النهائي على الكويت مستضيف البطولة. ما
وكان لقاء يعني عاصف. بس هو اصلا ما كانش فيه فريق، يعني هم تحولوا من الباسكت للهاندبول. ما كانش مش اصلا فيه فريق المفروض الكراسي المتحركه لكره اليد. الهاندبول كراسي متحركه، اللعبه نشات من 2013 يعني حاجات بسيطه. في الدول فحب دكتور حسن مصطفى ان يكون لها دور وان هو يتقدم انها تكون لعبه اولمبيه. فهي لعبه بارالمبيه، فعشان يتقدم ان هي تكون لعبه بارالمبيه فكان لازم يتنظم بطولات عالم وبطولات قاريه. فكانت فكره بطوله العالم اول مره هنا، فهي يمكن قوانينها قريبه شويه من كره اليد الشاطئيه. فكان الاختيار لكابتن وائل عبد العاطي مدرب منتخب الشباب دلوقتي لكره اليد، ان هو كان مدرب منتخب الشاطئيه وكان بيلعب شاطئيه، فهاتوه هو اللي يمسك لان ده القانون اقرب. وهم 45 يوم، فطبعا ان هو يلاقي لعيبه تقدر تتعامل مع الكرسي بسرعه. طبعا. في الفتره القليله دي كان ما فيش لعيبه طبعا غير لعيبه الباسكت، لان هم طبيعي بيتعاملوا مع الكرسي، التعامل مع الكرسي مش سهل خالص يعني. وجاب اللعيبه وشفنا تصنيفاتهم وفعلا عسكر بيهم لمده 45 يوم، نزلنا البطوله مركز تاني على طول بعد البرازيل اللي هي بتمارس بقى لها سنوات يعني. لا معلش، وعندها دوري. انا عندي سؤال برضو يا فاطمه. يعني انت في نص كلامك قلتي ان كان في غياب 24 سنه تقريبا لكره السله عن المشاركات الدوليه. تمام. هل برضو لو هنتكلم عن الملف ده، احنا غيابنا وعدم تألقنا وعدم حصدنا لميداليات، هنتكلم على البارالمبيكس تحديدا دلوقتي، زي دلوقتي لو قارنتي دلوقتي مثلا بكذا سنه فاتوا، هل ده راجع لان ما كانش فيه اهتمام اصلا بالفئه دي؟ هل الفئه دي كانت مهمشه الى حد ما؟ ما هو لازم نعرف سبب الطفره ده. على العكس تماما، إيه؟ هو الرياضه البارالمبيه دايما كانت اكثر تفوقا من الرياضه الاولمبيه عندنا. احنا على مدار التاريخ، على مدار التاريخ احنا بنروح الدوره البارالمبيه، احنا عندنا حوالي 184 ميداليه بارالمبيه في 13 مشاركه. ما شاء الله. ده على ده من سنه كام مثلا؟ خلينا نقول احنا في البطولات السنه اللي فاتت 2022 كان بيمر 50 سنه على تاسيس الحركه البارالمبيه، يعني احنا السنه دي بقى 51 سنه. هي الحركة البارالمبية على فكرة في مصر تأسست من ضمن سنة 72 ضمن الاستعدادات المعنوية لانتصار أكتوبر العظيم. كان الرئيس محمد أنور السادات كلف الفريق أنور عبد اللطيف إنه ياخد أحد مصابي الحرب، مصابي الحروب ويشارك في دورة في الدورة البارالمبية في هايدلبرج في ألمانيا. كانت مشاركة شرفية بلاعب واحد فقط، لكن يعني كتأهيل معنوي لانتصار اكتوبر. بعد كده انطلقنا بقى سنه 76 حصلنا على اول ميداليه بارالمبيه في ضد السباحه الكابتن عادل حافظ. بعد كده بقى توالت الميداليات. بس هو اصلا يعني ليه الفرق والجاب كبير قوي كده ومن قديم الازل؟ يعني اي دوره اولمبيه بيشارك فيها بعثه مصريه بيرجعوا بعدد الى حد كبير محدود، الى حد تاني كبير يعني من الميداليات. اتفرجي بقى على نفس البعثه، ولكن البعثه البارالمبيه ترجعي في شنط ميداليات. الجاب ده جاي منين؟ اخدم في الاعتبار يعني لو عملنا مقارنه ما بين اللاعبين الاولمبيين والبارالمبيين هتلاقي ان هنا في دعم وهنا لا، هنا في اهتمام وهنا لا الى اخره. مع هذا بس مش زي الاولمبي طبعا، اكيد مفيش مقارنه. وكان زمان يعني كان لغايه من فتره قريبه المكافئات كمان مختلفه تماما. يعني اللاعب الاولمبي كان بياخد في الميداليه مبالغ رهيبه في مقابل اللاعب البارالمبي بياخد مبالغ اقل بكتير. ودلوقتي متساويه المكافئات يعني مش قوي، بس الى حد ما يعني حسب المعلومات يعني الى حد ما ابتدى الموضوع يتساوى. بس اللاعب البارالمبي دايما انا من تعاملي معاهم، انا بتعامل معاهم من 2008 تقريبا، عندهم اصرار رهيب. مفيش اعتراف بسن، مفيش اعتراف باي قصور يعني. انا ما عنديش اي حاجه، انا احسن من اي حد يمكن. وخير مثال اسطوره البارالمبيك في العالم كله فاطمه عمر. لا وعندك حمادته برضه يعني السنه اللي يمكن الاولمبيات اللي فاتت. يعني يمكن حمادته مش يعني هو بطل بطولته في ان هو يمارس اللعبه وبهذا المستوى على العالمي، لكن هو قدم حاجه. لكن محترمة. فاطمه عمر ست ميداليات بارالمبيه وبتنافس على السبعه ان شاء الله في باريس. ما شاء الله. ده غير العالم وافريقيا، بطولات العالم وافريقيا. يمكن هي كانت مدعوه من حوالي شهرين لطوكيو لاعطاء محاضره عن الاراده والاصرار للاعبين هناك الصغيرين عشان يكونوا زي فاطمه عمر. هي. لا حاجة محترمة جدا. فاللعيبة كلهم إصرار وإرادة.
يمكن بس احنا مش عندنا الباسكت، عندنا حاجات تانية. انت بتقولي 24 سنة فده الباسكت كان 24 سنة بعيدا عن المشاركات الدولية. عندنا العاب تانية لازم دايما رفع الاثقال البارالمبي ده مستوى عالمي، مصر مصنفة من المصنفين الاوائل في العالم. لا عامه حتى بغض النظر عن يعني ده، انت عندك برضو كره القدم لقصار القامه برضو في بطوله الافرو اسيويه تقريبا هتكون 20 في المغرب تقريبا صح ان شاء الله. احنا عندنا كره القدم لقصار القامه ما كانتش موجوده في اللجنه البارالمبيه، يمكن المجلس الحالي ضمها السنه اللي فاتت، وده قرار محترم. عملها لجنه داخل اللجنه البارالمبيه. يمكن على سبيل المثال قصار القامه بيشاركوا دلوقتي في كل البطولات، يعني كان عندنا في بطوله رفع الاثقال السنه اللي فاتت اكتر من لاعب من قصار القامه ولاعيبه، يمكن لاعيبه فيهم اخذ برضو اتمرنت شهر ونص بس اخذت 4 ميداليات في افريقيا بعد شهر ونص تمرين. وهي على فكره ايناس اللعيبه اللي عملت كده في رفع الاثقال هي احد اعضاء لجنه قصار القامه باللجنه البارالمبيه حاليا. طب الانجازات الضخمه اللي بتتحقق بشكل دوري من ابطالنا البارالمبيين مش تستدعي وجود دعم مناسب ليهم لما الناس دول بالقدر الاقل من يعني من الامكانيات بيعملوا ده؟ امال لو وفرنا لهم الامكانيات هيعملوا ايه؟ هو الدعم الحكومي موجود بس طبعا مش بالصوره الكبيره جدا، وخصوصا في ظل ارتفاع اسعار العملات الاجنبيه دلوقتي، فالسفر بيبقى فيه صعوبات كبيره وكل ده. عشان كده يمكن اللجنه البارالمبيه بتبتدي تفكر بره الصندوق بصرف النظر عن عقود الرعايه والمسؤوليه الاجتماعيه لبعض الشركات الخاصه. يمكن اللجنه البارالمبيه كان ليها فكر تاني خالص دلوقتي، وهو تاسيس اول شركه مساهمه مصريه مساهمه رياضيه في الرياضه المصريه في تاريخ الرياضه المصريه كلها فعلا. الشركه مساهمه بين هتكون ان شاء الله، هو لسه ما تمتش الاعلان عنها بس ان شاء الله يتم الاعلان عنها يوم 25 مايو باذن الله. الشركه هتكون مساهمه بين اللجنه البارالمبيه والاتحادات ومستثمر خاص، بحيث ان يكون اللجنه البارالمبيه ليها 20% نسبتها 20%، الاتحادات كل اتحاد اولمبي او بارالمبي يعني اولمبي عنده لجنه للعبه بارالمبيه او اتحاد بارالمبي نسبته 5% من الاسهم هتتحملها اللجنه البارالمبيه في بدايه تاسيس الشركه، وبعد كده ان شاء الله لما يجي العائد هياخد الاتحاد نسبته، و15% فقط للمستثمر الخاص. ده لتوفير دعم كبير. الشركه هتكون في الاستثمار الرياضي، تنظيم بطولات محليه ودوليه، تجاره في ادوات الاشخاص ذوي الاعاقه، تسويق رياضي. طب معلش المرتبات، يعني الابطال دول كده كده بعد يعني البطولات حصدهم للبطولات اكيد دلوقتي، وانا اعتقد متاكده من المعلومه دي، بتتساوى المكافئات حتى مع البارالمبيك مع الاولمبيكس العاديه. لكن انا بتكلم على المرتبات، هل بيبقى في ليهم مرتبات شهريه حاجات زي كده؟ عشان برضو دول في بدلات ممكن ما يكونش ليهم دخل. احنا يعني احنا بنتكلم دلوقتي رفع الاثقال لسه عنده بطوله بعد فتره، احنا يمكن عندنا يوم الجمعه بطوله الجمهوريه رفع الاثقال في استاد القاهره، دي هتكون برضو منظمه بالنظام الاولمبي على اعلى مستوى، دي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله ولغايه يوم 15. لسه عندهم بطوله عالم في شهر 8، هم في معسكرات مستمره من ساعه السنه اللي فاتت، بطوله افريقيا اللي في كانت في اكتوبر، بياخدوا اجازه بس فترات طويله، ولكن اسبوعيا من السبت للاربع في المركز الاولمبي معسكر تدريب يومي، فده بيكون فيه بدل في ايام التدريب. هل البدل ده كافي للاعاشه، وخصوصا في منهم متجوز او كده؟ في كتير يعني كلهم متزوجين وعندهم اولاد. كلهم متزوجين وعندهم اولاد، في وغالبا هتلاقي برضو يعني على الاقل جزء منهم او قدر منهم ما عندهمش شغل بشكل ثابت، فهم ممكن يبقى اعتماد بعض من منهم. حتى بعض الشركات كانت من ضمن اللي هو الرعايه ليهم كانت بتعين بعضهم. أوكي. بس مش الكل طبعا عنده دواء عنده الفرصه دي. ف هو ليهم نسبه في القانون في التعيينات عامه في الشركات المختلفه 5%. مظبوط. وده على فكره برضو اللجنه البارالمبيه بتحاول يعني تحسس الناس هو لا ينقصه اي شيء اللعب البارالمبي. يمكن ثقافه اللجنه البارالمبيه مش عاوزه تلعب على موضوع الرياضه فقط حاليا، هي عاوزه توصل رساله لكل الناس في مصر وخارج مصر ان المعاق مش ما عندوش قصور او ما عندوش اي شيء منتقص، لا المعاق هو فرد زي اي فرد، يقدر ينتج اكثر من فرد كامل يمكن اكثر بكثير من الاسوياء. 100%. فدي عاوزه تغير الفكره، خصوصا في بعض الناس لسه لغايه دلوقتي في مصر رغم كل التطور والفكر الجديد دوت
ان هو عنده ايه طفل معاق بيخبيه، لا انت بتخبيه. انا عايز اقول لك على حاجه ودي انا شفتها بنفسي بقى. واحده كانت من قصار القامه، عشان اقول لك برده لا المجتمع الى حد ما بيتغير. واحده كانت من قصار القامه يا كريم واتجوزت واحد عادي، اتجوزت واحد يعني مش من قصار القامه عادي، وكانوا منزلين صورهم عادي وكانوا بيحكوا القصه، وهو كان بيقول ان والدتي في الاول كانت معترضه، وبعدين انا رحت اتكلمت معاها وقلت لها حطي بنتك في مكانها، كنت هترفضي الجواز، وفي الاخر مامته حبت البنت جدا لان هي كويسه. فالثقافه يمكن بتتغير يعني. يمكن لو احنا بنتكلم برضو احنا الناس اللي بنتكلم عنها خطيبها شخص عادي جدا، يمكن كمان من طوال القامه. شوفي بقى النصيب، ما حدش عارف نصيبه ازاي. ايوه، والعلاقه ما بينهم جميله جدا. يمكن كمان احنا بنتكلم عن قصار القامه، احنا بنتكلم عن البطوله الافرو اسيويه اللي هتكون شارده ان شاء الله. هم لسه هيخشوا معسكر قبل البطوله بايام ان شاء الله بسيطه، وهم هيسافروا يوم 19، فغالبا المعسكر هيبدا من يوم 16. هم عندهم كاس عالم في الارجنتين اغسطس الجاي ان شاء الله، مش بس بطوله افرو اسيويه. حلو جدا، حلو جدا. بصي انا عايزه اتكلم برضو قبل ما نختم يعني على نقطه مهمه، وهي فكره التغطيه الاعلاميه والحق الاعلامي اللي لازم يكون ليهم، لان انت بتتكلمي في اكتر تقريبا من 50 سنه ومحققين حاجات كتيرة. امتى يا كريم ابتدينا نسمع عنهم؟ ليتلي يعني ابتدينا شوية نسمع عنهم في السنوات الأخيرة مع الإنجاز اللي هم فرضوه وفرضوا نفسهم في البارالمبيكس اللي هي على مدار السنوات المختلفة. نسمع عن إنجازاتهم ونفسنا نسمع عن دعمهم بقى الفترة اللي جاية. فالتغطية الإعلامية والدعم ده مهم جدا، والتواجد إن هم يكونوا موجودين ده مهم جدا. فيمكن ده عشان كده أنا بسألك، في ناس كتير ممكن تكون دلوقتي تتفرج علينا، إيه ده بجد إحنا بقى لنا 50 سنة عندنا بطولات من أبطالنا البارالمبيين، ممكن معلومة مش موجودة أصلا. الفكرة تغير تماما دلوقتي، يمكن كمان مجلس الإدارة ابتدى يهتم بالموضوع ده قوي، شكل لجنة إعلامية برئاسة الأستاذ جمال نور الدين، وفي موقع أطلق باللغتين العربية والإنجليزية. ودايما يعني يمكن دلوقتي احنا لو حضراتكم تلاحظوا دايما في يوميا أقل يوم بيبقى فيه 3 أو 4 أخبار بارالمبية عن الرياضة البارالمبية وإنجازاتها، لأن الرياضة البارالمبية مساحتها واسعة جدا أكتر من الأسوياء، لأن عندها كل لعبه فيها تصنيفات احنا مختلفه. احنا هنا استضفنا يا فاطمه كتير من ابطالنا في الرياضات المختلفه لو انت فاكره، كتير يعني كل اعاقه ليها يعني مثلا الاعاقات الذهنيه بيلعبوا فروسيه، بيلعبوا كره يد، بيلعبوا كره سله، يعني كل اعاقه بتلعب. بصي هو على الصعيد الرياضي والمشاركه الرياضيه في فعاليات بطولات مختلفه، الحقيقه في طفره ملموسه. احنا عايزين نلمس بقى نفس الطفره دي في النظره المجتمعيه لذوي القدرات الخاصه بشكل عام، سواء كانوا رياضيين او غير رياضيين، لمليون سبب والمليون اعتبار. وده اللي بتسعى له اللجنه، ومش بتسعى بس لده، بتسعى كمان لاني مش بس دمج المعاقين مع الاسواق، بالعكس بتسعى يعني لتمكين المعاق على الاقل في اللجنه داخل اللجنه البارالمبيه. احنا دلوقتي في مجلس الاداره في اللجنه البارالمبيه في اكتر من معاق، يعني حوالي 50% في اللجان بتاعه الالعاب في الاتحادات المختلفه، وفي الاتحادات المختلفه في نسبه كبيره جدا من المعاقين بقوا هم دلوقتي المسؤولين، لانه كمان دول في مجموعه دلوقتي تاهلت. يمكن زمان المعاق مش كان كلهم بيتعلموا، مش كان كلهم، لان الناس كانت بتخبيهم. بعد كده دلوقتي بقى في تعليم، بقى في ناس على مستوى دولي. شريف عثمان مثلا كان عضو لجنه اللاعبين في الاتحاد الدولي في اللجنه البارالمبيه الدوليه، فابتدينا الموضوع يكبر. وكمان اللجنه البارالمبيه في الفتره الأخيرة بتحاول تطوير كبير من ناحية الدعم، من ناحية صورة المعاق في أذهان الناس كلها، وثقافة تغيير ثقافة الشغل على تغيير ثقافة المجتمع تجاه المعاق مش بس رياضيا. بتحاول كمان تعمل مراكز تدريب، حوالي 54 مركز تدريب على مستوى محافظات مصر، على الأقل للوصول لأكبر عدد ممكن من الممارسين للرياضة البارالمبية، حتى لو مش على مستوى المنافسة، بس هو يمارس يقدر يثبت للعالم إن هو ما فيهوش أي حاجة. ده غير على مستوى طبعا العلمي، في أكاديمية بارالمبية لتأهيل الكوادر المصرية على علميا، وفي كمان ان شاء الله متحف بارالمبي ومكتبه على سبيل التوثيق التاريخ البارالمبي العالمي والمصري، ودي هتكون اول مكتبه ومتحف في الشرق الاوسط كله. حلوه دي، لا نغطيها بقى يعني نيجي نهتم طبعا، ده دور الاعلام. يعني على كل حال انا من الناس المقتنعه جدا ان البني ادم هو الاعاقه الوحيده لو هو قرر ان هو يعيق نفسه من تحقيق حلمه. يعني لا حاجه عيب خلقي او اي مشاكل او احباطات او وات ايفر، البني ادم هو صاحب القرار، هو
اللي يبقى عائق لاحلامه ولا لا، ده قرارك انت في الاول وفي الاخر، مش مهم خالص ظروفك عامله ازاي، والواقع هو اللي اثبت ده. فاطمه نورتينا ومبسوطين ان انت معانا اول مره ضيفه، بس مش هتبقى اخر مره ان شاء الله. ان شاء الله انا اللي سعيده ان يكون معاكم، يعني انا من المشاهدين ومتابعين البرنامج. بتصحي بدري يعني؟ لا بصحى بدري، دي يا رب تكوني بتجي دي بيسرك لما بتتابعي. طبعا ربنا يخليك، احنا سعداء لوجودك معانا وان شاء الله نشوفك على خير قريب. بنشكرك شكر جزيل، وهنطلع فاصل سريع مشاهدينا في كل مكان، ونرجع عشان نستقبل حضراتكم في تاني واخر فقراتنا الحواريه. خليكم معانا.